وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: فإنها قد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. هذا الحديث هو في الصحيحين يصف فيه النار، نار يوم القيامة، أنها أضعاف النار التي في الدنيا، وأنها فضلت عليها 69 جزءا. 69 جزءا. الصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم بذلك، لما أخبرهم بذلك قال: ناركم التي توقدون منها جزء من 70 جزء، جزء من 70 جزء من نار جهنم، قالوا: والله إن كانت لكافية. الصحابة قال: والله إن كانت لكافية، نارنا هذه كافية أن يوضع فيها المخطئ الآثم، أن يوضع فيها كافية. قال عليه الصلاة والسلام: فإنها قد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. إذا كان الإنسان لا يحتمل نار الدنيا التي أقل من نار يوم القيامة 69، إذا كان لا يحتمل النار في الدنيا أن يضع فيها أصبعه، لا بدل أن يضع فيها أصبعه لا يضع فيها، يدني أصبعه منها، يده يدنيها، ما يضعها داخلها، وإنما يدنيها للحظات يتحمل. فكيف إذا وضع إصبعه في 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 نار، في هذه النار؟ فكيف إذا وضع جسمه كاملا في هذه النار؟ كيف إذا وضع جسمه في نار هي ضعف هذه النار 69 مرة؟ هذا لابد أن ينتبه له المرء. والذنوب تفضي إلى النار، الذنوب تفضي إلى النار، تفضي إلى سخط الجبار، فيجب على العبد أن يتقي النار. يقول الله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال الصحابة: أي أدبوهم، علموهم، ربوهم على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى تكون الوقاية من النار. الوقاية من النار ما تكون بمجرد الأماني، لا بد من عمل، لا بد من وضع وقاية بينه وبين النار بالطاعة ولزوم العمل وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تتقى النار بالتقوى، النار تتقى بالتقوى، بتقوى الله، وتقوى الله فعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. نعم.